عليكم، أهلا بكم إلى نشرة المسائية. نبدأ بعناوينها مع منير الحافي. مساء الخير. في عناوين هذه النشرة: الرئيس الحريري يغادر الرياض بالطائرة الملكية بعد لقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وكبار المسؤولين. جلسة المناقشة معروف أنه جلسة مناقشة وليست جلسة تشريع. المجلس النيابي يعقد جلسة مناقشة عامة الأسبوع المقبل، وبري ينتظر إرسال قانون الانتخاب من الحكومة. مواجهة ما نتعرض له جميعا من تحديات وتهديدات. وزراء خارجية مجلس التعاون الخارجي يبحثون تطورات المنطقة وسبل مواجهة التحديات فيها. من الرياض، غادر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالطائرة الملكية بعدما ساهم في تقديم صورة لبنان الواحد خلال القمة العربية في الأردن، ومنها حمله جناح المودة الملكية السعودية إلى جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى قلب المملكة، الذي فتح أبواب الديوان أمامه فالتقى كبار المسؤولين، وكان في استقباله وفي وداعه كبار المسؤولين. الرئيس الحريري الذي وفى بوعده بالعمل على تحسين صورة لبنان في الخارج خلال الاجتماع العربي السنوي، وفى بوعده من خلال تحسين صورة لبنان في الداخل أيضا مع إقرار الموازنة. موازنة ستخفض العجز من 9.3% إلى 8.7% بحسب وزير المال علي حسن خليل، الذي أكد أن سلسلة الرتب والرواتب ستدخل ضمن هذه الموازنة فور إقرارها في مجلس النواب، واعدا اللبنانيين بتحسين الجباية وإيجاد مكامن ضريبية وعدم تحميلهم أعباء ضريبية إضافية. إذن غادر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري العاصمة السعودية الرياض بعدما وصلها الليلة الماضية بصحبة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. غادر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الرياض، وكان في وداعه في المطار وزير الدولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية ثامر السبهان وعدد من المسؤولين. الرئيس الحريري كان قد اجتمع ليلا إلى ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في مكتبه في الرياض، وتطرق البحث إلى العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ولبنان ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد وصل إلى العاصمة السعودية يرافقه الرئيس الحريري، وذلك عقب ترأسه وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 28 في الأردن. ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار قاعدة الملك سلمان بالقطاع الأوسط، كان في استقباله عند سلم الطائرة ولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير منطقة رياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز وأمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبد العزيز والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز. تجدر الإشارة لأن خادم الحرمين الشريفين قد غادر الأردن على متن الطائرة الملكية يرافقه الرئيس سعد الحريري، الذي كان انتقل أيضا في الطوافة الخاصة بخادم الحرمين من مقر القمة العربية في البحر الميت إلى عمان. وأثناء عودته من الأردن بعد ترأس وفد لبنان إلى القمة العربية، أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون من على متن الطائرة أنه سيبقى حاملا قضية لبنان والعرب.
قبل عودته إلى لبنان عقب مشاركته في اجتماعات القمة العربية، زار رئيس الجمهورية ميشيل عون منطقة المغطس الأثرية الدينية حيث تعمد السيد المسيح في مياه نهر الأردن. وكان في استقباله وزيرة السياحة الأردنية السيدة لينا عناب والسفير الأردني لدى لبنان نبيل مصاروي والمدير العام المساعد لهيئة موقع المغطس المهندس رستم مكاجيان، الذي قدم إلى الرئيس عون والوفد المرافق شرحا مستفيضا عن الموقع وقيمته الروحية والأثرية والدينية، والذي تكرس معلما دينيا وسياحيا. ثم جال الرئيس عون في أرجاء المغطس ودون في سجله الذهبي عبارة قال فيها: منذ 2000 عام وطأت أقدام سيد المسيح هذه الأرض وفيها تعمد، إشارة إلى بدء رسالته التي حملت معاهدة المحبة بين البشر والتي تؤشر إلى السلام الدائم بينهم. وعلى متن الطائرة طمأن الرئيس عون اللبنانيين على صحته شاكرا لهم عاطفتهم اتجاهه إثر حادثة تعثره في الأردن. أشكر اللبنانيين على العاطفة اللي غمروني فيها بسبب الحادث اللي صار، وهو بسيط ما له أي أثر لا جسدي ولا معنوي علينا، ولكن مثل ما وصل الخبر ضخم، وبتعرف العاطفة اللبنانية وعملت حرب على الفيسبوك، وعملت كمان بالوقت نفسه عاطفة جياشة، صار بيطلع لنا كتاب من الشعر ومن الكلمات الحلوة. الله يخلي لنا إياكم ويخلي كل اللبنانيين، ونحن طبعا قلنا الكلمة باسمهم، وبعتقد كانت عند حسن ظنهم، وعبرت عن وجدان كل لبناني فيها مش عن وجداني بس، ولقيت كل القبول وكل التأمل اللي صار بعد منها، رد الفعل من الدول العربية كمان، من الشعوب العربية بعتونا مراسلات كتير كتير حلوة. الرئيس عون شدد على أنه سيبقى حاملا لقضية لبنان وقضايا الأمة العربية. أمنيا، في عرسال وقع انفجار داخل الشاحنة في حي الشفق أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. لمعرفة المزيد من التفاصيل عن طبيعة الانفجار ينضم إلينا عبر الهاتف من عرسال رئيس المجلس البلدي باسل الحجيري. مساء الخير رئيس، ممكن تضعنا في جو ما جرى اليوم في عرسال؟ مساء الخير أستاذ ضمير، لكل اللي عم يسمعونا. حقيقة تفاجأنا نحن أنه بكأب سوري طلع في ياريت نعلي شوية الصوت بس إذا بتريد، مش عم نسمع منه. تفاجأنا اليوم أنه بكأب سوري طلع في عبوة بقلب البكأب وأدت لمقتل اللي بقلبه، يعني قتلوا هالناس اللي كانوا راكبين فيه. نحن استغربنا ونستنكر هالعمل هذا أيا كان، هل هن كانوا حاملين عبوة وانفجرت أو كانت موضوعة بهالبكاب حتى يحطوها بمكان أو مقصود استهداف هذا الناس، يعني اغتيالهم. فهذا العمل بكل الأحوال هو عمل تخريبي بيعكر أجواء عرسال اللي هي كانت متجهة باتجاه جيد على كل المستويات. بكل الأحوال هذا العمل ما راح يأثر، ما راح يوقف مسيرة عرسال باتجاه الدولة، باتجاه محيطها، باتجاه الأفضل إن شاء الله. نحن منتظرين التحليل. اليوم حملنا الآلية، رجعنا اللي انفجرت وديناها عند فصيلة الدرس حتى يكشفوا عليها ويحددوا طبيعة هالانفجار شو هو، بفيدونا كمان وبنعرف أكثر عن الموضوع. نعم، يعني الأسماء انعرفت رئيس، وأسماء القتلى والجرحى عندكم تفاصيله؟ سوريين، سوريين صحيح. يعني 2 قتلوا و3 جرحوا، هذه الحصيلة النهائية؟ هلا بالأساس كان الخبر 3 قتلوا، أساس 3 قتلى. ما عدنا تأكدنا من الموضوع، نحن شغلنا بالسيارة وشيلوا الأشلاء، ما كنا نعرف بالضبط شو العدد، هن 2 أو 3، لأنه كان في مثل أشلاء هاك الموضوع. نعم. أكثر من هن جثث واضحة. هلا بكل الأحوال هن يعني 2 أو 3 منا العبرة بهالموضوع، قتلى بقدر ما أنه هو هالعمل. نحن مستغربين أنه ليش ليكون بقلب عرسال وبهالشكل، ما أنه عم نعرف شو المقصود منه يعني. نعم. إذا كان تصفية يعني أمر خطير ومصير ضمن شوارع عرسال تصفية، وإذا كانوا حاملين عبوة حطوها بمكان تاني فهو أخطر، يعني كمان أنه كان يراد استهداف حدا
كان سوري او عرسالي لبناني وفجر. فهالامر مستنكر على نعم كل الاوجه اللي هنا. نعم وضحت. شكرا رئيس بلدية ارسال باسل الحجيري. في عين التين قررت هيئة مكتب المجلس النيابي عقد جلسة مناقشة عامة في وقت أشار الرئيس نبيه بري إلى أنه ينتظر من الحكومة تجاوبا مع دعوته إرسال قانون الانتخاب للمجلس. قررت هيئة مكتب المجلس عقد جلسة مناقشة عامة الأسبوع المقبل. الهيئة اجتمعت في عين التين برئاسة الرئيس نبيه بري وغياب نائب رئيس المجلس فريد مكاري. تم التفاهم على دعوة المجلس النيابي خلال الأسبوع المقبل إلى جلسة مناقشة عامة سبق وأن تشاور دولة الرئيس بخصوصها مع دولة رئيس الحكومة، وموعدها الدقيق يعلن عنه لاحقا لأنه قد تكون جلسة طويلة صباحية ومسائية لأكثر من يوم. جلسة المناقشة معروف أنه جلسة مناقشة وليس جلسة تشريع، تدلي الحكومة بشخص رئيسها ببيان عن عملها بالفترة اللي قضتها وعن مشاريعها، ويناقشها النواب كلهم كما يرتئي ويشاء. أما عن قانون الانتخاب فلفت زهرة إلى أن الرئيس بري بانتظار الحكومة بعد أن دعاها لبذل جهد في هذا الإطار. بالواقع في دعوة للحكومة عم بصير مساعي حاليا، ومعروف المساعي اللي عم بتصير الاتصالات بين كل الأطراف، بس بالنتيجة دولة الرئيس بري سبق ودعا الحكومة إلى أن تجهد لإقرار مشروع قانون انتخاب. عندما يقر الحكومة يصبح، والحكومة بتمثل كل الأطراف اللي حزب الكتائب حاليا، يصبح سهلا جدا وسريعا مروره بمجلس النواب. حاليا اللي سمعناه من أطراف الحكومة أنه هالاتصالات يومين ثلاثة تستكمل وعليها يبنى قد تعمد الحكومة إلى عقد جلسة لإقرار مشروع قانون انتخابي. هدام قدروا بمجلس وزراء يتفاهموا على الموازنة، وقدروا يتفاهموا على كتير مواضيع تانية بنفس الجو مثل ما بيقول زميلي سارج بهالعهد اللي فيه تفاؤل وتفاهم ومصالحات، نتأمل يقدروا يوصلوا لصيغة قانون انتخابات ترضي كل الأطراف. النائب سيرج تور ساركيسيان من جهته أعلن عن إحالة اقتراح إلغاء ما يعرف بالرات 8 إلى لجنة الإدارة والعدل. تنريح هالعالم وهالموظفين اللي فعلا عم نمر بلبنان بأمور صعبة، أكيد رح يعني فورا أخذنا القرار بإحالتها للجنة الإدارة والعدل لدراستها وللتوصل إلى نتيجة، وبأول جلسة تشريعية بعتقد رح يكون هذا الاقتراح موجود. هذا وستشكل المناقشة العامة فرصة لمناقشة قانون الانتخاب. عقب اجتماعها الأسبوعي أكدت كتلة نواب حزب الله أن المصلحة الوطنية تقتضي مقاربة وطنية لقانون الانتخاب تترفع عن تفاصيل الأعداد والأحجام، واعتبرت أن النسبية الكاملة هي الصيغة التي تستجيب لمندرجات الدستور ووثيقة الوفاق الوطني. تعتبر الكتلة أن القوى السياسية قد استنفدت الوقت الكافي في دراسة الصيغ المقترحة لقانون الانتخاب، وبات لزاما على الجميع التوافق خلال الأيام القليلة المقبلة على الصيغة النهائية التي تكرس وتحمي العيش الواحد والمناصفة وتحقق صحة التمثيل وعدالته وفعاليته وشموليته. تعزيزا لصفوف الوحدة الوطنية خصوصا بين المسلمين، جال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على المرجعيات الإسلامية حيث كان قانون الانتخاب الحاضر الأبرز. لإقرار قانون انتخابي عصري جديد لكي تجرى الانتخابات النيابية بالسرعة الممكنة، هذا ما شدد عليه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال جولته مع وفد علمائي من دار الفتوى على المرجعيات الإسلامية. الجولة استهلت بلقاء شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، الذي دعا إلى أن يكون القانون الجديد معبرا نحو الإصلاح والتمثيل العادل. التجديد على وحدة اللبنانيين، وعلى أن يتم التوافق بين القوى السياسية كافة حول قانون انتخاب عصري وجديد، حتى تتم إجراءات الانتخابات النيابية بالسرعة الممكنة، ليكون لنا مجلس نيابي جديد ومنتخب، وتتكامل بذلك عقود المؤسسات، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة المجلس النيابي.
قانون الانتخاب حضر أيضا في زيارة دريان لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير القبلان، كما شملت جولة المفتي الرئيس سليم الحص في دارته بعائشة بكار، حيث جرى عرض لوقائع القمة العربية والإيجابيات المترتبة في حال تطبيق مقرراتها. طمأن وزير المال علي حسن خليل اللبنانيين إلى أن الموازنة لم تحمل لهم أي أعباء ضريبية، وأكد أن قطع الحساب سيتزامن مع موازنة العام 2017 ولن تقر بدونه. تقرير محاسن حلبي. الموازنة تستند إلى تحسين الجباية وإيجاد مكامن ضريبية أخرى، وليس تحميل الناس أعباء ضريبية. هذا ما أكده وزير المال علي حسن خليل في معرض تفنيد أرقام الموازنة العامة، وأن سلسلة الرتب والرواتب بنفقاتها ووارداتها ستدخل ضمن الموازنة فور إقرارها، تطبيقا لمبدأ شمولية الموازنة لجميع النفقات والواردات. النفقات المقدرة هي 23,670 مليار ليرة لبنانية لل 2017 مقابل إيرادات تبلغ 16,384 مليار ليرة. يصبح العجز بالاستناد إلى هذه الأرقام 7,283 مليار في موازنة 2017. من المقدر أن ينخفض العجز كنسبة للناتج المحلي إلى 8.7% مقابل 9.3% عن العام السابق. نمونا المتوقع نتيجة هذه الأرقام والحركة الاقتصادية اللي عم بنشوفها يجب أن يصل أو يقارب 2%، وهي نسبة نمو ما زالت محدودة بحاجة إلى مجموعة من الإجراءات لكي نطلق أو نحسنها. ضوابط جديدة أدخلت على الموازنة وفق وزير المال، أبرزها إلزام إطلاع المجلس النيابي فصليا على السلفات وإصدارات سندات الخزينة وأقساط الديون الخارجية والداخلية والعجز المحقق في تنفيذ الموازنة والخزينة. وشدد خليل على أهمية تطبيق أحكام الهبات واتفاقيات القروض الخارجية وإخضاعها للرقابة وفق الأصول لضبطها من قبل الدولة. وشرح وزير المال جوانب مختلفة مما تضمنته الموازنة، ومنها إدخال ضوابط على الاعتمادات المخصصة لدعم القروض الاستثمارية من خلال مرسوم يقر في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال وأخذ رأي مصرف لبنان، تحديد بند لمخصصات عجز كهرباء لبنان بقيمة 2100 مليار حصرا. وفي ختام المؤتمر تحدث خليل عن خطوة جديدة نفذتها الوزارة عبر ربط 22 وزارة مع مديرية الموازنة بهدف الاطلاع يوميا على النفقات، وذلك بالتنسيق مع البنك الدولي. بعد الفاصل في النشرة: طيران الأسد يقصف اللطامنة بالفوسفور، والاحتلال الإسرائيلي يقمع ذكرى يوم الأرض. أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماعهم بالرياض أن هناك اختلافا كبيرا مع إيران، وأنه يجب القضاء على كل الميليشيات التي تدعمها إيران في المنطقة. عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم 42 بعد 100 في الرياض لمناقشة التطورات الراهنة في المنطقة، وخصوصا في كل من سوريا واليمن والعراق وسبل مواجهة التدخلات في شؤون دول المنطقة. وفي ختام الاجتماع شرح وزير خارجية البحرين خالد الخليفة والأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني أبرز مقررات الاجتماع، ولا سيما بشأن تدخلات إيران في دول المنطقة. هناك أمور كثيرة تفرق بيننا وبين موقف إيران في عدد من الأمور اللي تتعلق بالمنطقة، إن كان في مسألة محاربة الإرهاب، إن كان في مسألة التدخل في الدول العربية، إن كان في مملكة البحرين أو في العديد من دول المنطقة الدول الشقيقة، إن كان في دعم الجماعات الإرهابية التابعة لها، وأمور كثيرة. هناك اختلاف كبير في المواقف، لكن طبعا نحن لا نغلق الأبواب، ونتمنى أن نحن نتمكن من كبح جماح أو هزيمة كل هذه المنظمات اللي ذكرتيها اللي هي تتبع إيران وتعيث فسادا في المنطقة، إن كان في العراق أو إن كان في لبنان أو إن كان في سوريا أو في كان في كل بلداننا. هذه أحد أهم المواضيع اللي احنا نتابعها في منطقتنا، إن احنا نواجهها مواجهة كاملة وأن نوقفها عن حدها وننهيها
من أن تعيد فسادا في منطقتنا. وعلى هامش الاجتماع دشن وزراء الخارجية الخليجيون مركز الأمير سعود الفيصل للمؤتمرات، وقد أمل أمين عام مجلس التعاون عبد اللطيف الزياني أن يحقق هذا المبنى هدفا ساميا من الأهداف التي تعمل كل دول مجلس التعاون على تعزيزها ورعايتها. غرد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على حسابه في موقع تويتر قائلا: كل الشكر للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ولكل الأردنيين على استضافتهم لقمة عربية ناجحة ستسهم بتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات وخدمة شعوبنا. اعترفت موسكو بصعوبة التقدم في مفاوضات جنيف في وقت قصف طيران الأسد بالفوسفور العضوي مدينة لطامنة في الريف الشرقي لحما. جنيف في جولتها الخامسة المستمرة منذ أسبوع حظيت باعتراف من نائب وزير الخارجية الروسية جنادي جاتيلوف بصعوبة التقدم فيها نتيجة التباينات في أجندة موضوعاتها المطروحة للنقاش. وبعد اجتماعه مع وفد المعارضة أعلن جاتيلوف أن مشاركة المعارضة المسلحة في مفاوضات أستانا أمر مهم. في المقابل جددت المعارضة موقفها بأن عدم وجود أي دور لبشار الأسد وأركان نظامه خلال المرحلة الانتقالية يعد من ثوابت الثورة. سياسيا، وفيما أعلنت أنقرة رسميا انتهاء عملية درع الفرات، أكد رئيس الحكومة التركية بن علي يلدرم أن العملية كانت ناجحة وانتهت، مضيفا أن أي عملية تليها سيكون لها اسم مختلف. ميدانيا، قصفت طائرات الأسد الأبنية السكنية في مدينة اللطامنة بريف حما الشمالي بمادة الفوسفور العضوي، ما تسبب بإصابة العشرات بحالات تسمم وضيق في التنفس، فيما صدت المعارضة محاولة الميليشيات الأجنبية التقدم في بساتين برزة شرق دمشق بهدف إطباق الحصار على حيي القابون وتشرين. وفي الرقة، استهدفت طائرات التحالف الدولي بلدة المنصورة غرب المدينة بغارات متكررة أوقعت ضحايا مدنيين. الملف السوري حضر بقوة في المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكية راكس تيلرسون مع المسؤولين الأتراك في أنقرة. ومن هناك قال تيلرسون إن مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد يقرره الشعب السوري. وأشار الوزير الأمريكي إلى أن المحادثات في تركيا ركزت على إنشاء مناطق آمنة في سوريا، مؤكدا أن تركيا شريك رئيس في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي. تخوض القوات العراقية معارك ضارية مع تنظيم داعش الإرهابي في المدينة القديمة غرب الموصل، وباتت على مسافة قريبة جدا من جامع النوري. تزامنا، أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس محادثات مع المسؤولين العراقيين في بغداد، أكد خلالها أن زيارته التاريخية إلى العراق تأتي للتضامن معه في حربه ضد الإرهاب، معتبرا أن تحرير الموصل سيدعم وحدة العراق في المرحلة المقبلة. حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من أن ميليشيات الحوثي في اليمن تملك قدرات عسكرية متطورة بمساعدة من إيران، مما يهدد حرية الملاحة في مضيق باب المندب. تزامنا، دعا المفد الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على الأطراف اليمنية لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع المأساوي الذي طال أمده. أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف أن رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار يأتي في ذروة اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وخلال ترأسه اجتماع لجنة الحج العليا، قال ولي العهد إن نجاح موسم الحج العام الماضي يستوجب مضاعفة الجهد وبذل المزيد من العناية والاهتمام لإنجاح المناسك هذا العام. فرق جيش الاحتلال الإسرائيلي فرق جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة فلسطينية انطلقت من بيت جالة جنوب الضفة الغربية في اتجاه جدار الفصل العنصري المقام على أراضيها، وذلك في الذكرى 41 ليوم الأرض.
القمع بكل أدواته سلاح الاحتلال المعتاد في وجه فلسطينيين أحيوا الذكرى 41 ليوم الأرض، ومسيرة مدينة بيت جالة غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة اصطدمت بالرصاص المطاط والقنابل الدخانية أمام جدار الفصل العنصري، كما الحال في بلدة مدمى جنوب نابلس. الأعلام الفلسطينية واللافتات المطالبة بهدم الجدار الفاصل ومحاولات إزالته واجهها جيش الاحتلال بقنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المسيرة، مما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق عولجوا ميدانيا فيما ردوا برشق الاحتلال بالحجارة. رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطل في الذكرى معلنا أنه سيوفي بوعده للمستوطنين بإقامة مستوطنة جديدة لهم في الأراضي الفلسطينية. المسيرة المركزية لذكرى يوم الأرض في قرية دير حنة داخل الخط الأخضر تصطدم بالاحتلال لعرقلته وصول مسيرات رديفة من مناطق عدة، فيما عرج الفلسطينيون على زيارة أضرحة شهداء يوم الأرض الستة في الطيبة وكفر كنا وسخنين وعرابة. أما في قرية أم الحيران التي هدم الاحتلال عددا من منازلها في المرحلة الأخيرة، فينشط فلسطينيون في ترميم بعض بيوتها على أن ترفع صلاة الجمعة في القرية ويخطب فيها الشيخ رائد صلاح قبل إحياء مهرجان مركزي. المسائية مستمرة بعد الفاصل. السراي الكبير يحتضن مؤتمرات ولقاءات إنمائية وحقوقية. وفي الاقتصاد، لبنان يستعد لاستضافة معرض عالم المعرفة والتكنولوجيا للمرة الأولى. أهلا بكم من جديد. شدد لقاء الجمهورية خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس ميشيل سليمان على أهمية عودة لبنان إلى حضنه العربي، ودعا إلى شبكة أمان عربية تحمي لبنان. أكد الرئيس ميشيل سليمان خلال ترأسه لقاء الجمهورية أن ما ورد في رسالة الرؤساء الخمسة إلى رئاسة القمة العربية جاء ليخدم القضية اللبنانية الحقة، ورحب بعودة التضامن العربي مع لبنان، كما دعا إلى خلق شبكة أمان عربية تحمي لبنان شر تهديدات إسرائيل وشر التكفيريين. نحن الآن الحكومة عند موقف معين كتبنا لهم للسلطات الإسرائيلية أنه نحن بعضنا رسالة لرئيس القمة اللي هو الملك عبد الله. لقاء الجمهورية شدد على أن لبنان كان ولا يزال وسيبقى واحة للحوار يستطيع فيه أي إنسان أن يعبر عن رأيه، سيما من تحمل المسؤولية الوطنية في وقت من الأوقات، لافتا إلى أن بعض رؤساء الحكومات كالرئيس صائب سلام والرئيس رفيق الحريري والشيخ محمد مهدي شمس الدين قاموا بالشيء نفسه، والرئيس ميشيل عون الذي ذهب إلى الكونغرس وشهد لمصلحة لبنان عندما استشعر الخطر على بلاده في ظل الوجود السوري، إلى الرئيس سعد الحريري الذي لم يفوت فرصة لدعم لبنان سواء كان في سدة رئاسة الحكومة أم خارجها. وهذه هي حال الرؤساء أمين لجميل وميشيل سليمان ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام. تمهيدا لعقد جلسات لمجلس الوزراء في المناطق، استقبل السراي الحكومي اليوم رؤساء بلديات ومخاتير منطقة كسروان بعد قرار للرئيس سعد الحريري بتشكيل لجنة فنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات. بعد قرار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري القاضي بتشكيل لجنة فنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات، حطت في السراي الحكومي هموم ومشاكل منطقة كسروان، حيث عقد اجتماع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاسباني وبحضور ممثل رئاسة مجلس الوزراء مستشار الرئيس الحريري للشؤون الإنمائية فادي فواز، وممثل عن رئاسة الحكومة محمد عيتاني ومحافظ جبل لبنان فؤاد فليف، ورئيس اتحاد بلديات كسروان جوان حبيش، وممثلين عن الوزارات المعنية. في عنا موضوع الطرقات الدولية، في عنا موضوع الطرقات الرئيسية مع وزارة الأشغال، في موضوع المرفأ السياحي، في موضوع المباني الحكومية اللي هي ضمن القضاء اللي بحاجة لتأهيل وإضافة واستحداث مراكز جديدة، لما كتب الوزارات اللي بلشت اليوم تزرع مكاتب بكل مناطق المدينة تخفيفا لحركة السير وانتقال المواطنين ومشقات النقل، وفي أمور كتير أخرى مع كل الوزارات بالتربية بالثقافة بالتعليم مع الشباب والرياضة ملاعب رياضية، مع كل الوزارات في ملفات مطروحة، وبعتقد أنه جدية هالعمل ورح توصل لنتيجة.
اللجنة سترفع توصياتها إلى الرئيس الحريري ليصار إلى متابعة تنفيذها عبر اجتماعات تنسيقية قبل 15 من نيسان وقبل أن تبدأ جلسات مجلس الوزراء في المناطق. هي في خطوات عم تتاخذ هلا، يعني من بعد الاجتماع دغري عم بيكفوا الشغل مع بعضهم وعم ينفذوا بعض المشاريع ويحلوا بعض العقبات. طبعا الخطوات لما توصل لمجلس الوزراء رح تكون منظمة أكثر ومنسقة أكثر، وحتعطينا أولويات بحسب الأولويات اللي مطروحة من قبل جميع المعنيين لحتى يتم الإسراع بقرارها وتنفيذها أيضا. سؤال أخير، إمتى بتبلش جلسات مجلس الوزراء بالمناطق؟ لما نخلص من جولة تجميع المشاريع من البلديات والاتحادات والمحافظات ستبدأ جلسات مجلس الوزراء بالمناطق، يعني تقريبا بالربيع أو بأوائل الصيف. هذا وسيخصص الاجتماع المقبل لاتحاد بلديات بعلبك الهرمل تليه المناطق الأخرى. في السراء الحكومي أيضا مؤتمر وطني عن لبنان والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان برعاية الرئيس سعد الحريري. حقوق الإنسان. الآليات الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان عنوان المؤتمر الوطني حول لبنان والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان الذي عقد في السراي الكبير بالتعاون بين وزارة حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلا بوزير الثقافة غطاس خوري. الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان عبد السلام سيد أحمد أعرف عن سعادته باستحداث الحكومة اللبنانية وزار معنية بهذا الأمر، وهو تحدث عن أهمية المؤتمر. في هذا الصدد أشير إلى أن البرنامج الجديد لبناء القدرات سيساعد في الوفاء بالتزاماتكم في مجال إعداد التقارير أي بالنسبة للحكومات، وذلك من خلال تحسين الهيكليات الحكومية للعمل مع هيئات المعاهدات الآلية والآليات الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام، ورفع مستوى القدرات على المستوى المحلي في مجال تقديم التقارير الخاصة بمعاهدة معينة. وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير تحدث عن لبنان ومقدمة دستوره التي تناولت حقوق الإنسان. كما أن هذه الحقول لم تبقى مجرد تعابير في مقدمة الدستور، بل ترجمت إلى نصوص قانونية في مختلف القوانين التي تتناول المواطن في حقوقه، خاصة نصوص قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية التي تتناول كيان المواطن وحريته وحقه في الحياة الكريمة. من هذا المنطلق لقد أصبح لازما على الدولة اللبنانية إنشاء وزارة دائمة أو هيكلية متخصصة تعنى بمتابعة التزامات لبنان الدولية. كلمة الرئيس الحريري ألقاها ممثله الوزير غطاس خوري، فأكد أن لبنان اعتمد منذ الاستقلال مبادئ شرعة حقوق الإنسان، وكان البلد الوحيد في محيطه الذي كان تداول السلطة يتم فيه بشكل دوري. صحيح أننا نقع في عين الأزمة والانتفاضات والحروب من حولنا، وأننا نستقبل على الأراضي اللبنانية ما يعادل نصف سكان لبنان من اللاجئين ونازحين ووافدين جاءوا جميعا يلتمسون الأمن والأمان في لبنان. صحيح أنه ليس بمقدور الدولة أن تقوم بكامل واجباتها نحوهم، ولكننا نحترم بالحد الأدنى حقهم باللجوء والعيش والتنقل والعمل وبحرية التعبير. وبهذه المناسبة نتمنى على الدول المانحة وعلى الأعضاء في المنظمة الدولية الموقعين على شرعة حقوق الإنسان أن ينضموا إلينا لتوحيد جهود سويا في سبيل تعزيز أوضاع هؤلاء الوافدين والنازحين ورفع بعض الظلامة عنهم. بعد ذلك كانت جلسات حول الآليات الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة بين المعايير الدولية والتجربة اللبنانية. تمكنت قوة خاصة من شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من توقيف اللبناني حألف لانتمائه إلى تنظيم داعش، وبالتحقيق معه اعترف بأنه يحمل فكرة تنظيم داعش من خلال تواصله مع كوادر في التنظيم في سوريا الرقة، ومن خلال متابعته للمواد الإعلامية التي ينشرها التنظيم، ومما اعترف به أيضا تسهيل انتقال أشخاص أجانب للالتحاق بالتنظيم داخل الأراضي السورية. يستعد لبنان لاستضافة معرض سمارتكس المتخصص في عالم المعرفة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك للمرة الأولى في البلاد. تقرير باسل الخطيب.
برعاية وحضور وزير الاتصالات جمال الجراح، نظمت شركة مايس لبنان المختصة بتنظيم المؤتمرات والمعارض وبالتعاون مع غرفة بيروت وجبل لبنان مؤتمرا صحفيا أعلنت خلاله عن تنظيمها مؤتمر ومعرض سمارتكس المختص بعالم المعرفة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أن توفر البنى التحتية والبيئة الحاضنة ولا سيما توفر وسائل الاتصال الحديث والإنترنت ووجود المسرعات الأعمال والحاضنات على أنواعها والصناديق التي توفر التمويل للمستثمرين يساهم في تعزيز فرص تحويل لبنان إلى قاعدة للتكنولوجيا في المنطقة. الإمكانيات البشرية human resources اللي يتمتع فيها لبنان بمستوى عالي وعالي جدا، وإذا نظرنا للشركات العالمية وللمسؤولين في الشركات العالمية نرى أن هناك دائما لبنانيين بالمايكروسوفت وبنوكيا وبإريكسون وبهواوي وكل سيسكو وكل الشركات العالمية، هناك لبنانيين يديروا هذا القطاع. ما زلنا في بداية الطريق، فهذا القطاع واعد جدا في لبنان، وتوقع أن يشكل رأس حربة في قيادة الاقتصاد الوطني نحو النهوض والنمو في السنوات المقبلة. لذلك مطلوب منا جميعا حكومة ووزارة اتصالات وهيئات اقتصادية توفير بيئة حاضنة وكل مستلزمات تحفيز هذا القطاع الذي بات يشكل عصب الاقتصاد العالمي. وليش نقينا سمارتكس؟ لأنه نحن كلنا بنعرف أن لبنان يسخر بطاقاته البشرية بالعنصر البشري، هاي هو ثروة لبنان الحقيقي، ونحن كلنا كنا عم نعاني من البرين درين، هجرة الأدمغة. أردنا من إقامة سمارتكس أنه نعمل على هجرة أدمغة معاكسة. يذكر أن معرض سمارتكس المختص بعالم المعرفة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيقام للمرة الأولى في لبنان. استنكارا للتقاتل العبثي في صيدا القديمة، نفذ علماء مدينة صيدا وقفة احتجاجية دعوا خلالها إلى ضرورة إنهاء هذه الظاهرة. وقفة احتجاجية نفذها مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان وعدد من علماء مدينة صيدا والجماعة الإسلامية، وذلك تنديدا واستنكارا للتقاتل العبثي الذي حصل في صيدا القديمة منذ يومين وأدى إلى إصابة أحد الأشخاص وتضرر مسجد القطيش وأرزاق الناس وترويع الآمنين. العلماء انطلقوا من أمام دار الأوقاف ودخلوا صيدا القديمة وأدوا صلاة الظهر في مسجد القطيش، ثم توقفوا أمام المسجد بمشاركة نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الدكتور بسام حمود. هذا العبث، عبث بالسلاح المتفلت، من فلته؟ من دعمه؟ من حماه؟ ولماذا هذه الموبقات، مخدرات وغيره وغيره وغيره؟ المفتي سوسان شدد على أن ما يحصل أمر مرفوض ويجب معالجته وإنهاؤه في أسرع وقت ممكن. أعلن رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا يوسف النقيب عن 9 مشاريع استثمارية وتربوية وإدارية، من بينها قرية سياحية ومركز تجاري ومهنية تخصصية للتأهيل المهني العالي، فضلا عن مشاريع لتطوير وتوسيع عدد من مدارس المقاصد. وخلال مؤتمر صحفي عقده في مقر النقابة، لفت النقيب إلى أن لدى المجلس الإداري حاليا مشاريع توازي قيمتها 30 مليون دولار، بعضها أنجز وبعضها قيد الإنجاز. الآن نصل إلى الفقرة الاقتصادية مع كارول النقاش.